على بعد أمتار من المسجد الحرام حطت بعثة الحج العمانية رحالها في هذا المبنى المخصص للوفود المرافقة للبعثة الذين سيقدمون خدماتهم لحجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء فريضة الحج. الحمد لله رب العالمين. طبعا تم وصول الشباب في الوفد الكشفي بسلامة وعافية للديار المقدسة، وبفضل الله أتم أداء العمرة، والحمد لله رب العالمين على تشريفنا بهذه المهمة ووصولنا بسلامة وعافية لهذه الديار. وكذلك اليوم عندنا أيضا عملية زيارة للمخيمات الخارجية لعملية الاطلاع لهذه المخيمات والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. الوفد الكشفي ضمن الوفود المرافقة لبعثة الحج العمانية قد استكمل كامل استعداداته لتقديم الخدمات للحجاج وفق المهام المناط به وتهيئة كافة السبل وتذليل العقبات من أجل أداء الفريضة بكل يسر. تم اليوم الحمد لله رب العالمين عقد الاجتماع الأول بعد وصولنا مكة المكرمة، وذلك فيما يتعلق بتوزيع الأدوار من حيث المناوبة وإعداد السجلات خصوصا استقبال الحملات، وأيضا بالنسبة لسجل الزائرين والسجل التائهين. وأيضا إن شاء الله سوف غدا ينقسم الوفد إلى قسمين، القسم الثاني يتجه إلى المدينة المنورة لاستكمال بقية الأعمال المتعلقة بالوفد الكشفي والخاصة بتسجيل الحملات الوفود العمانية التي توافد إلى المدينة المنورة. هذا وقد وصل الوفد الكشفي مع الوفود ظهر الأربعاء 25 من ذي القعدة 1439 هجري الموافق 8 من أغسطس 2018 من مكة المكرمة. محمد بن حمد المفرجي.